مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم. وقعت موريتانيا على صفقة لإنجاز الجزء الأول من مشروع بناء خط الجهد العالي الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو بهدف تأمين التغطية الكهربائية. متابعة لهذا الموضوع أستضيف لكم الأستاذ دحان والطالب عثمان. شكرا لكم دحان والطالب. أهلا وسهلا معنا. بداية أستاذ، ما هو هذا المشروع؟ هل يمكنكم أن تعرفوا المشاهد بماذا يتعلق هذا المشروع بالضبط؟ شكرا جزيلا. فعلا هذا مشروع كبير وهو الأول من نوعه في موريتانيا، الأول من نوعه من حيث الجهد به، اللي هذا جهد عالي 225 فولت كيلو فولت، ومن حيث الطول به اللي هاي المسافة لا يتعود 510 كيلومتر. أهمية هذا الخط الكهربائي بالجهد العالي هي نقل الكهرباء بين المدينتين، عاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، اللي هي من المتوقع أنها يتزايد فيها الطلب بكثرة خلال السنوات القادمة إن شاء الله. وهذا الخط من شأنه على أنه يأمن التغطية الكهربائية في المدينتين، ويمكن كذلك من تبادل الطاقوي بين موريتانيا والدول المجاورة اللي تربطنا بها شبكة عالية الجهد فاتعات موجودة بالنسبة لجمهورية مالي والسنغال مثلا، واللي راجين إن شاء الله في مرحلة قادمة توصل إن شاء الله يوصل الربط مع بلدان المغرب العربي. وكذلك هذا الخط سيمكن من تثمين المقدرات الطاقوية الوطنية. معناها شنو؟ معناها أن إحنا عندنا طاقات هائلة متجددة شمسية وهوائية، وعندنا ملي قدرات غازية معروفة، وهذا اسمحوا لي قبل تفضلوا تفضل قبل الدخول في سياسات الدولة في مجال الطاقة، أريد أولا أن حتى لا يصاب المشاهد بالإرباك أن تعرفوه قليلا بمشروع الجهد العالي. هو مشروع لنقل الكهرباء بين مدينتين، صحيح. نريد هنا أن توضحوا للمشاهد قليلا ما المقصود بنقل الكهرباء. يوجد كهرباء في نواذيبو الآن ويوجد كهرباء في نواكشوط الآن، ما المقصود هنا بنقل الكهرباء؟ الكهرباء بصفة عامة حقيقة وحكما الكهرباء تنقال للربط الكهربائي. هاي المدن، هاي الدول اللي مكهرباء قليلة واحدة منها ما هي فيها ربط كهربائي، حتى دولة مثل السنغال الموجودة ومثل مالي المدن الكبار كاملات مرتبطة فيما بينها، وذاك الربط يمكن من تأمين كيف ما قلت قبيل تأمين التغطية الكهربائية به اللي لا خلق خلل فمحطة الكهربائية في نواذيبو ما تعلم به اللي هناك ربط مع المحطات الموجودة في نواكشوط. مثلا في حالة ما إذا قطع الكهرباء في نواكشوط لن يكون ذلك لذلك أي تأثير، لأن المحطة التي في نواذيبو سوف تغذي مدينة نواكشوط بالكهرباء حسب جهدها، حسب على 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 قدر جهدها. هو تكون مولد، هو خالق أجزاء المنظومة الكهربائية، فيها أجزاء فيها توليد اللي هو إنتاج الكهرباء، محطات اللي تنتج الكهرباء، ومن ثم تجي مرحلة التفريغ، إذا النقل من المحطة شور شبكة، شور شبكة التوزيع والله شور شبكة النقل. شبكة التوزيع لا يتوزع على زبناء في مدينة معينة، وشبكة النقل لا ترفع جهد الطاقة الكهربائية إلى مستوى معين وتنقله من مدينة إلى مدينة أخرى. هذا هو الهدف من هذا الربط اللي لا يعد الأقلية في مدينة معاه. أيضا اسمحوا لي بسؤال آخر
حول دائما حول ماهية هذا المشروع. ذكر أن هذا المشروع تم التوقيع على صفقة لإنجاز الجزء الأول من المشروع. صح. ماذا عن الجزء الثاني وماذا عن الأجزاء الأخرى المتبقية وما هو السقف الزمني لهذا الجزء الذي نتحدث الآن عنه؟ شكرا. هو بالفعل مشروع واحد يقال فيه جزئين كيفما تفضلت. الصفقة اللي وقع عليها يامس تتعلق بالجزء الأول منه. الجزء الأول منه يتمثل في مد الخطوط الكهربائية الأعمدة والخطوط الكهربائية. بقى الجزء الثاني فيه شنقل محطات تحويل الكهربائي. محطات التحويل الكهربائي هدف شنو عنها؟ كيف ما قلت لك قبيل الكهرباء المنتجة محليا عندها جهد معين لا يعد ضعيف لقيس التفريغ. نقول مثلا بالمثال الواضح الكهرباء الموجودة في نواكشوط لها جهد يعني. صح. ونريد أن نقول هذه الكهرباء إلى نواذيبو. إذن محطة التحويل الكهربائي لا يترفع لك جهد الطاقة الكهربائية اللي عندك باش ما يسترب من الشبكة ويقعد فيه فقط كهربائي كبير. لا بد من ترفع درجته لفوق لين الحق 225 كيلو فولت ويمشي على الخط لين يوصل للجهة القيس لهيجي محطة تحويل الكهربائي أخرى تخفض من جهده لياك يعود قاد ينضخ في شبكة التوزيع. هو يعني سيكون الشبكة سينقل عبر الأسلاك. أسلاك عالية الجهد. أسلاك عالية الجهد. نعم. إذن السؤال الآخر هو عن بعبارة إن ممكن هناك هذا الحديث أكثر شوي هذه النقطة. فيه 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 حدنا ميدان النقل. الكهرباء ساعة تنتج عندها الشبكات يردوها ثلاث أنواع نقدر نقول إنهم ثلاث أنواع. واحدة التفريغ اللي هو ضخ الكهرباء المنتجة من المحطات على الشبكة الثانية اللي هو الجزء الثاني شبكة التوزيع. شبكة التوزيع اللي تشوفه المدينة السلاك اللي في المدينة جهدها تحت ذاك. والله ونتعدها يتنقلها الخارج لا يترفع جهدها دير في شبكات النقل خارجين. شبكات النقل شبكات التفريغ شبكات التوزيع. وذاك هو اللي يوسع قدنا عقب نعرج على الموضوع دين قطاعات الجبرو. سنعود إلى ذلك. صح. بالتأكيد. هناك حديث عن ورد في حديثكم الآن عن تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة. ما هي العلاقة بين 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 هذا المشروع بالذات؟ ما الذي يمكن أن يساهم به هذا المشروع في تمكين تبادل أو تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة؟ هذا المشروع داخل في استراتيجية وطنية متوسطة وطويلة الأمد. الهدف منها هو تثمين المقدرات الوطنية وتأمين تغطية الطاقة الكهربائية في الوطن ومتماشي مع مشاريع أخرى. هذا الخط له يؤخذ مثلا على خارج مشروع آخر في بولنوار يهدف إلى إنتاج بناء محطة هوائية يقولوا لها مزرعة هوائية من الأوقات بقدرة 100 ميجاوات. 100 ميجاوات هي قدرة هائلة بالنسبة للطلب في موريتانيا. إذن عنها ما هي مجورة للاستهلاك المحلي. حتى تقترب الصورة هنا قليلا. نعم. 100 ميجاوات مثلا هل يمكن مثلا ماذا يحتاج مدينة كل مدينة نواكشوط ماذا تحتاج إليه من ميجاوات؟ سؤال مفيد لتقريب لتقريب ذلك من الآن الناس وللفهم أكثر. سؤال جيد جدا. الطلب في نواذيبو 14 ميجاوات فقط 14. وفي نواكشوط وقت ذروة الطلب ذروة الطلب مثلا أعلى شيء يوصلوا 100 ميجاوات. 100 ميجاوات فقط. وهذه المزرعة التي ذكرتم هي واحد لوحدها قدرتها 100 ميجاوات. هذا هو باللي بين بان لك أهمية
شبكات النقل عن هذه الطاقة المنتجة محليا. احنا هي قدرات عندنا نقدر نستخدمها، يجب ان تخرج خرجوها حتى يكون هناك تبادل في الكهرباء. يجب خرجوها لابد ان يكون عندنا شبكات. ولكن كيف يمكن ان تكون هذه الدول بعضها، سنعود الى ذلك طبعا، كيف يمكن ان تكون هذه الدول بعضها في الشمال والمذكورة، لأن المشروع سيصدر، أن موريتانيا ستصدر بعد أن يكتمل المشروع طبعا. بل تصدر موريتانيا، تصدر منذ سنة أو أزيد تصدر منذ سنة. نعم. كيف يمكن أن تكون هذه الدول في مناطق جغرافية متعاكسة إذا جاز لي التعبير؟ هناك دول في الشمال، ومثلا الدول التي في الشمال مثلا عندنا مالي وعندنا السنغال وعندنا الدول المجاورة. صح. كيف يمكن أن تمتد هذه الشبكة؟ صحيح، ومناطق مسافات شاسعة جدا، لكن الدراسات اللي بينت جدوائية هذا المشروع تعرف عنه، مهما كبر حجم هذه الاستثمارات يعرف عنها، معروف عنها ذات جدوائية أكبر بها الدول استثمرت فيها بها اللي تضمن المستقبل، وجدوائيتها كبيرة جدا وتمكنك من بناء محطات مثل هذه. لو كان يعد ما عندنا خط رابط، ما نقدر نبنو محطة، نستغل الطاقة الهوائية الموجودة عندنا في الأنوار، نعد ما عندنا خط رابط به اللي أكبر مدينة في المنطقة نواذبون تقبل 14 ميجاوات. احنا هم نعدلوا محطة الأولى لا يتعادل فما تياها قدرتها 100 ميجاوات، يعني ما هي متجورة، هذا كان متجور للتصدير، ريثما تعود الوطن عنده حاجة فيه، وذاك ممكن ومتوقع به اللي منطقة. هنا يمكنني هذا السؤال، لست أنا شخصيا ومن أطرحه، ولكن كثير من المواطنين مهما كان الطارح. كيف هذا التناقض أن تكون موريتانيا تصدر الكهرباء إلى خارج إلى الخارج وتبيعه إلى الخارج، وما زلنا هنا في بلد نعاني من قطاعات كهربائية؟ سؤال دائما يجي، دائما ما يتندر به البعض من قبيل الفكاهة ومن قبيل اللعب، ولكنه سؤال مطروح. شفت كثير جدا وتناولت الناس يقير حد فهم المنظومات الكهربائية ما هو لا يطرح، وأنا كنت فسرت لك قبل أنها تتألف من ثلاثة أجزاء اللي هو الإنتاج والتفريغ و التوزيع. احنا موريتانيا الانتاج عندنا فائض كبير جدا، نقدر نعطي لك واحد قدرات اللي موجوده عندنا. عندنا فائض كبير، ممكن ننتج الكهرباء حتى حدود 280 ميجا وات في المبسوط وحده. يا غير المشكله في الصيفه اللي نوزع بها هاي الكهرباء داخل مدينه المبسوط، بها اللي فيها المدينه فيها شبكات متهالكه وفيها شبكات قدراتها ضعيفة، جهدها ضعيف، وفيها نمو سريع جدا. أنا أعطي مثال يقرب هذا الذهان أكثر. نقيس بمشروع أفطوط الساحلي للمياه مثلا، كل حد يعرف عن أفطوط الساحلي للمياه، ضمن إنتاج مياه كبير جدا بالنسبة لمدينة نواكشوط، الناس معترفة بها طبعا، إلا أن توزيعه هو مولي في نواكشوط يطرح بأس المشاكل. توزيعه في نواكشوط طرح ياسر المشاكل، هو الواسطة الشركة اسنده متباركة معه طلب في شبكاته، وهي مولي شبكة المياه مولي، هي عندها جهود، عندها جهد توزيع وجهد فوق ذاك وجهد فوق ذاك. إذا عن القضية ما فيها أي تناقض، هذا منتوج موجود يقير فيه مشكلة ما زالت في ميدان التوزيع للزبناء، ومبارك معاه يقلب عليها في مشروع إذن متقدم. إذن هذه الانقطاعات التي تحدث أحيانا وتحدث غالبا في بعض المناطق، مشكلة التوزيع، هل هي مشكلة التوزيع فقط؟ يعني ليست هناك أجهزة كهربائية كافية للتوزيع، يعني أجهزة لتوزيع الكهرباء ما فات اكتملت، لم تكتمل بعد. في مشروع كبير موجود فيه محولات كهربائية، شبكة ذات جهد متوسط. إذن هو ليس عايد لنقص في الإنتاج، قدرة الإنتاجية، هو عايد لمشاكل حد عادي فاصل بين هذا الإنتاج هو التوزيع، متى تنطرح عنده مشكلة؟ هل المشكلة المادي مطروح، مشكلة التمويل، هل تحتاج تكملة هذه الشبكة
إلى 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 تمويل؟ تحتاج إلى تمويل، لكن تم تمويل المشاريع، المشاريع في الطور النهائي. في الطور النهائي. الطور النهائي فيها محولات كهربائية فيها مبنية على طريق المقاومة، واحدة الخروج على اتجاه أكجوجت ممكن. إذن عودة أستاذي إلى إلى الموضوع، ما هو السقف الزمني لهذا المشروع؟ متى هذا المشروع مدة تنفيذه تبلغ 24 شهر؟ 24 شهر. 24 شهر. إن شاء الله. ابتداء من انطلاق الإشغال. ابتداء من انطلاق الإشغال اللي إن شاء الله هنكون في الأيام القادمة. إن شاء الله. في الأيام القادمة بعد التوقيع. يعني بعد التوقيع. في إجراءات. طبعاً. أي الزمني بس. طبعاً للتذكير هذا مشروع الجهد العالي، مشروع ممول بالتعاون بين الحكومة الموريتانية والصندوق السعودي. دكتور حتى استثمار بلغ، حتى لا أنسى هذا السؤال، ما هي المشكلة في ظل واقع البطالة الآن الذي يعاني منه كثير من الشباب؟ هل يمكن أن تعرجه لنا قليلا عن مساهمة مشروع كهذا، مشروع الجهد العالي في تشغيل الشباب؟ هل يطرح فرصة؟ نعم في فرص عمل شباب موريتانيا. طبعا في فرص عمل، طيلة تنفيذ المشروع إن شاء الله ستكون في فرص عمل مدة 24 شهر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إذا أستاذي شكرا، ضيفي الكريم دحان والطالب عثمان، شكرا لكم على الحضور. بهذا نأتي وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قراءة في الحدث، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.